أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج صباح أهلنا. صباحنا لهذا اليوم مثل كل صباحات اليومية، لكن الصباح اليوم صباح مختلف بموظفين يطالبون بحقوقهم، هذه الحقوق التي طالما يطالب بها الفرد العراقي، خاصة فيما يخص أجانب السكن، السكن المفقود الذي دائما نقول من لا يملك مترا في بلده لا يملك وطنا. فهذا الأمر اللي دائما نشدد عليه، أهمية وضرورة توفير السكن للفرد العراقي سواء كان موظف أو مواطن. اليوم هذه الوقفة لوزارة الصناعة، الموظفين بكافة قطاعاتهم بكافة دوائرهم يطالبون بتوفير السكن الملائم، وهذا حق مشروع كفالة الدستور. الدستور من ضمن مواده يقول حق السكن والسكن الملائم، يعني مو أي سكن، يعني مو اليوم يوفر المسؤول كرفانات ويقول هذا سكن، لا، سكن ملائم. من قضية السكن ومن أزمة السكن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم حتى نشوف المطالب اللي خرجوا بها المواطنين في المكان. السلام عليكم. السلام عليكم. لا غازي، أساس وقفتكم هنا أمام أمانة بغداد؟ والله على موضوع القاع. القاع صار له سنين زين، ولحد الآن كل شيء ماكو، لا كل نتيجة ولا معزنة. مدير عام وكلاء زين قابلناهم على أساس تنحل موضوع القاع، وما انحلت لحد الآن. فطلعنا. ليش هالقد تطول قضية؟ والله طولت، هواية طولت. ماذا نعرف شنو الموضوع؟ لجت نامت هنا بالأمانة، ولحد الآن كل شيء ماكو. زين قابلنا الوكلاء ولحد الآن كل شيء ماكو. هاي المعاملات عند الأستاذ. نريد أستاذ، السلام عليكم. إحنا نريد نسأل أمانة بغداد ربطها بقضيتكم. مو إحنا الأرض مالتنا زراعية، بنحول جنسها إلى سكني، وأرض طارق صفنا وزارة النفط مطين ومزعين أرض سكنية للموظفين مالتهم. إحنا ما مطينا، صارنا سنين إحنا نراجع بها، وما حد وجسمه ويبعدونا بوعود وكلها، وطونا 50 دونم بناء عمودي ما تكفي للموظفين مالتنا. عددكم ايش قد تقريبا؟ 850، اكثر من 850 موظف، وهي القاع مساحتها 163 دونم، يعطونا 50 دونم شنو؟ الله يقبلها محمد. وهي كل العالم ما عندها سكن، وكلها يعني ماتوا ناس، ماتوا ما حصلوا قاع. يعني هذا شنو مصير اطفاله، شنو مصير عياله؟ يعني صعبه هو المواطن العراقي اليوم بهاي خيراته ما عنده ارض؟ طبعا صعبه، طبعا اي طبعا صعبه. يعني قضيتكم اليوم استاذ عند من انحصرت قضيتكم؟ عند امانه بغداد لو دائره اخرى؟ عند امانه بغداد. ما نعرف الضمانات ولا التسويق اللي يصير بداخل الامانه الى متى؟ مماطلة نعم. ليش؟ في حقوق وأرض موجودة، ليش مماطلة؟ أخويا كل ساعة يحولونه إلى لجنة معينة. إلى متى؟ إلى هذا هاي مش قد على هذا الأمر؟ هاي صار لنا سنين، من التسعينات، من الثمانينات همينة. إحنا نطالب بحقوقنا من خلال قناتكم الموقرة. يعني هاي إلى متى إحنا قاعدين بالإيجارات وقاعدين بالهذا، والناس قاعدة بالحواسم؟ يعني الى متى امانة بغداد تظلون بهلا هاي الازدواجية؟ شوية مصداقية، نريد من تكون مصداقية. احنا الارض ارضنا، يعني ما طالبين احنا من الدولة ارض ونقول لهم اعطونا، هي باسم شركتنا، السند باسم شركتنا، بس تحويل جنسها من زراعي الى سكني. وزارتكم شنو دورها بالموضوع؟ وزارتنا ساندتنا، الدائرة القانونية، الوزير. طيب ممكن الوزير هو يطالب وزير امام امينة بغداد؟ اخويا طالبت الوزارة وطالبت هي، الشغل كله يم الامانة، اهل الامانة مدى يعطونا الشيء يعني يخلونا نوصل الى النتيجة الصحيحة. يومية طلعينا شغلة يومية، بس احنا كل هاي، بس احنا هاي الفراغ البقى جيعانا ما توزعت، وداير ما يدورنا النفط استلمه وكلها استلمت، ما اعرف بعد ليش. هو الموظف شي يريد قل لي احنا جايين من غير بلد، احنا جايين من غير بلد. انت عراقي، انت شو تريد؟ هو انت شو تريد؟ امنيتك بالحياة هي انت شو تريد؟ تريد تقعد لك ببيت بقطعة بهيجي يطوك هاي؟ غير انت موظف عانيت ما عانيت، غير صرت موظف تخدم بلدك؟ لعند من اروح؟ اسافر اخدم غير بلد؟ غير تخدم هذا البلد؟ لعند شنو انت؟ هاي من وعينه راح نموت وعينه على الزباله، وراح نموت بالزباله. غير انت، غير تترفه، غير تصير. انت سويت لقاء وياي بسوق الغزل،
تذكرني ها ذكرك زين. بس شنو يعني هسه انت يعني شنو وين نوصل؟ انت غير تريد نوصل الشيء. قلت لك انا حكيت وياك قلت لك انا خدمتي 30 سنه زين، والنتيجه شنو؟ النتيجه شنو؟ غيرتي هاي هسه انا اقول لك هاي الناس الواقفه الموظفين، اقل موظف خدمته ما يقارب ال 20 سنه، انا بدي احكي وياك من عند يعني منهم 31 سنه، وانا هسه على وجه التقاعد راح اطلع بس كل شيء ما مستلم، وهذا التعب اللي نتعبه للدوله هاي الجزء حبيبي استاذ هو هذا الشيء استاذ حق من حقوقنا يعني حقوقنا الشرعيه استاذ. اول شيء احنا بالنسبه ان القاع باسمنا منذ يعني صار 15 سنه الارض باسمنا زين، وما جاي نلقى الحق العداله ما جاي نلقاها، فاقدين الحق والعداله زين. يواعدونا وعود مو صحيحه، وعود كاذبه. الارض باسمنا 162 دونم 162 دونم باسم شركه ذات الصواري العامه للصناعات الكيميائيه. الارض باسمنا يعني وافقوا انتم صناعات كيميائيه؟ نعم. يعني ممكن حتى عندكم مخاطر بعملكم؟ نعم صحية. نعم هاي ما عدا اللي العقبات اللي جاي نشوفها من خلال الطريق ومن خلال ال 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 انا اسف المقاطعه، شنو تنتج شركتكم؟ والله مواد كيميائيه عده شغلات، رزين، فايبر جلاس، محركات مزورق، شنو نشتغل؟ طيب صوف صخري. زوارق اكو انتاج، هي ماده الوايت سبيريت، وايت سبيريت 100% يعني عندنا انتاج قوي. تسويق عندنا انتاج قوي الحمد لله. شركتنا نهضت مو شركه يعني بانه شركه رابحه، مو شركه خاسره الحمد لله. زين احنا هسه كهذا نطالب رئاسه مجلس الوزراء، نطالب مجلس النواب، نطالب الامينه امينه بغداد، يعني اشوف لنا صوره حل. احنا تعبنا يا اخي ساني بدي احكي لك موظف صغير بالنسبه للباقين، اكو ناس خدمتها 40 سنه. طيب امينه بغداد نزلت لكم بهاي وقفتكم؟ لا يعني هي احنا المفروض العداله والحقانيه تقول الشخص سواء الوكيل او الامينه هي بخدمه المواطن، مو احنا بخدمه الامينه. المفروض هي تنزل، المفروض نيابه عنها الامينه ما موجوده، المفروض احد ينزل هنا احتراما للناس اللي واقفه، ناس كباريه، ناس شهادات، ناس واسطه، المهندس والقانوني والمدير. هاي الارض ملكنا وارض محاذيه لها ملك للنفط، تملكت المصفى الداره، واحنا ارضنا ما جاي ما يطلون بيها. ما ليش ملكت المصدر؟ بعد ما اعرف انه اكو محسوبيه او تمييز او شيء ما نعرفه. زين رئيس الوزراء وافقت انه تنصرف لنا الارض، من وصلت للامينه ارضنا 162 دونم، خصصوا لنا 50 دونم اللي هي ما تكفي 400 نفر، واحنا 850 موظف. يعني قرابة النصف ما عنده؟ لا أقل النصف، يمكن حتى أقل من الثلث. خدمات لا. طيب ما. استاذ اليوم أنتم هذه خدمتكم وهاي مخاطر عملكم، ليش ما يكون أكو مجلس النواب لجنة خاصة بمتابعة؟ ما خلينا استاذ إحنا عبر فضائيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وناشدنا ومعاملات عدة، لحد الآن ما وصلنا لأي نتيجة. الحد الآن مماطلة وتسويف بالحديث، ها بقت على التصاميم 6 أشهر يلا يقعدون بالسنة، ها هاي المعلومات اللي ينطونا إياها ما متأكد منها. والحد الآن هسا احنا اضطرينا أن نوقف، لأن احنا نريد لنا وطن لأجيالنا، احنا ناس ما عندنا وطن ما يخالف. ارتباطنا بالوطن، الوطن يحبني من خلال هوية الأحوال المدنية، وأنا ضحيت له بدم، ضحيت له بعمر، هذا عمري كله ضحيت له. أريد أشوف الوطن إيش راح يقدم لي، بس أريد هاي، ومو إلي أنا، ما أريد أنا أكو متر موجود إلي راح أندفن به، لكن أجيالي ما يعني باكر يدورون فرصة بس يهاجرون. أخوان حافظوا علينا، إحنا شعب ناضلنا وتعبنا، حافظوا علينا، أعطونا استحقاقنا. لو بس الوطن يريد حقه من عندنا، احنا ما نريد استحقاق، ما نريد نعيش، تعبنا كلش تعب. عيني عليكم السلام ورحمه الله. انت موظفه؟ طبعا انا موظفه في شركه. اليوم انت ايش قد خدمتي؟ شو والله انا خدمتي 25 سنه. بلى
أول شيء يعني طبعاً أشكر جهودكم اللي حتى توصلون به صوتنا. إحنا منتسبي شركة ذات الصواري، طلعنا طبعاً إحنا النساء تكاتفنا ويا أخواننا الموظفين، وطبعاً طلعت المرأة بالانتفاض أو بمظاهرة سلمية هي، ومطالبنا حقيقية وقانونية إلها حوبة، لأن المرأة من تطلع مظاهرة إلها حوبة زين. فإحنا كل شيء ما نريد يا أبويا، إحنا نريد لنا وطن، لأن إحنا تعبنا من الإيجارات، يعني تتأثر حتى على قوتنا وقوت أطفالنا. إيجارات الناس قاعدة حواسم، ناس قاعدة تجاوز، يعني وضعنا أبد ما مستقر، أبد ما مستقر. فكل شيء ما نريد، إحنا لا نريد زيادة رواتب، لا نريد تعديل لا أول ولا تالي. إحنا من نريد نطلع تقاعد، نطلع لنا في الشبر من هذا القاع، وهو هذا حقنا وهاي قاعنا. ملك صرف يا أخي، ملك صرف. فإحنا ما مطالبين بأرض جديدة، ما مطالبين بأرض، هاي حقنا. فنريد نستقر، نريد لنا وطن. البرلمانيين وينهم اليوم؟ ممثلين الشعب وين؟ ناشدنا ودقينا كل الأبواب. لا 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 حياة لمن تنادي يا أخي، دقينا كل الأساليب تبعوها. توجهي رسالة إذا تحبين توجهي رسالة. والله رسالتي أنا أحكيها باسمي وباسم أخواني وخواتي منتسبين شركة ذات الصواري، أن يصل صوتنا وتتنفذ مطالبنا، لأن إحنا مطالبنا قانونية وحقيقية وسلمية، مظاهرتنا سلمية. نريد حقنا يوصل لنا. كل شيء ما نريد. والسلام عليكم. يعني أنا قريب أمام مبنى أمانة بغداد، مبنى أمانة بغداد، المبنى يعني بالقرب من عندنا، مبنى أمانة بغداد وبالقرب من عندنا اللي هو مكتب الأمينة، فنتمنى مكتب الأمينة يعني يتابعون قضيتهم. السلام عليكم. الحقوق اللي يطالبون بيها، يعني اليوم أمانة بغداد ما متفضل عليكم شيء إذا وافقت، أكيد لأنه أنتم عندكم تخصيص أرض، يعني ما قاعد تطالب بتخصيص أرض جديد. أستاذ كلامك كله صحيح. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكر قناتكم الكريمة وشكرا لكل صوت حر شاركنا بنقل معاناتنا. فعلا كلامك صحيح أنه إحنا ما حد متفضل علينا، قطعة أرض باسم الدائرة قديمة نستحق استحقاقنا لا أكثر وأقل. مطلوب منهم فقط حاجة واحدة، أنه يسمحون لنا بالتوزيع، يوافقون بالتوزيع. نص العالم هاي قاعدة تجاوز، النص الثاني قاعدة إيجار، وإحنا موظفين والرواتب قليلة. أخوان حسوا بمعاناتنا، أطلعوا شوية من صوامعكم الذهبية، نزلونا. نعم نزلونا، إحنا الشعب، إحنا اللي صعدناكم، ونزلونا شوية. نستحق نعيش عيشة كريمة. إحنا عراقيين أغنى دولة بالعالم، إحنا أهل الخير، أهل الطيبة، أهل الشجاعة، إحنا أهل الغيرة. نستحق نعيش عيشة كريمة ببلدنا، بلدنا اللي ما نمتلك به، مع الأسف نقول سكن، ما نمتلك به وطن، ما نمتلك أي شيء. المطلوب شغلة واحدة، إنه يوافقونا ويسمحونا توزيع الأراضي حتى يكون عندنا وطن. مو إنه إحنا خلصت راحت علينا الأولادنا، وراح يجون بعدنا حتى يحسون بانتماء لهذا البلد. إحنا نحب العراق إيه، بس تريد الجيل الجاي نفس هذا الحب مالتنا نزرع بيهم. اللي ما عنده بيت ما عنده وطن، اخوان ما عنده وطن، الوطن عزيز وغالي. نعم مرحبا ست. اهلا وسهلا. يعني اهلا وسهلا ست. اليوم تحدث عن يعني بدنا نشوف قسم من النساء طالعات وقسم كبير. الامراه بالبرلمان وينها حتى تدعم الخوات؟ اي والله نريد نرد، يعني انتم توصلون صوتنا، لان احنا الظاهر حقنا ما دي يعني ناخذه ولا صوتنا دي يوصل. فعن طريقكم ان شاء الله. احنا شركه ذات الصواري شركه عريقه وقديمه، احنا كنا موظفين كبار، يعني أقلنا مهندس، كنا رؤساء مهندسين، كنا مدراء. فأبسط حق دريدة هو قطعة الأرض. من زمن النظام السابق لحد الآن ماكو شيء، بس مجرد فلان قطعة لكم، بس ما يعني أخذنا هذا إلنا، ماكو فد شيء يساعدنا أنه نوصل إليه ونستحقه. بعدين باشر، بعدين نفذ، يعني صبرنا والله العظيم صبرنا نفذ. فإحنا أريد هسه طلعنا كنا لما وحدة وإيد وحدة نطالب بهذا الحق. فإن شاء الله عن طريقكم أنتوا توصلون صوتنا، أني إنه هذا حقنا ولازم نأخذه، حقنا ولازم ناخذه ان شاء الله. ان شاء الله عين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اساس مطلبكم شنو هو؟ اساس مطلبنا انه تخصص هذه الاراضي لهذه الشريحه، لجماعتنا الموظفين. هذا نهايه مخلص الكلام. ثانيا اريد انوه على فكره، يعني هاي المظاهرات راح تتكرر بغير مكانات، يعني مثلا راح نتوجه لمجلس الوزراء، نتوجه للامانه، نتوجه للبرلمان، فراح نفعل هذا المطلب بغير
مكانات، فهذه المعلومة أحب أوصلها إلى سيد رئيس الوزراء، نائب رئيس الجمهورية، أي جهة معنية يسمع هذا المعلومة. يعني بيناتكم رئيس مهندسين ومهندس موجود يعني خبرات؟ نعم 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 نعم. يعني اليوم بس احنا نريد نسأل كل مسؤول، اليوم احنا ليش نعتب على بسام الراوي، على عمر الراوي، على عدنان الباتشي، على كثير من الأسماء، زها حديد، هذه الأسماء بنتغادر وتسحبها باقي الدول، ليش نعتب عليهم ونقول يا مو وطنيين؟ لا بل نعتب على حكومتنا اللي أكو هيجي أسماء وهيجي خبرات بقاطع الصناعة ما مستفادة من عدها دولتنا، ما مستفادة من عدها حكومتنا، فبالتالي أصبحوا هم يطالبون بأرض رغم هم ذا يروحون يشتغلون بدولة أخرى توفر لهم الأراضي وتوفر لهم الرواتب بآلاف الدولارات. ليش اليوم إحنا ما نعتني بموظفنا؟ ليش ما نعتني بالخبرة؟ يعني هالخبرات المتراكمة عندهم من قبل 2003، هي وزارة الصناعة عريقة جدا وكانت تنتج إنتاج كبير جدا، ليش اليوم ما نعتني بيهم؟ ليش ما نستفاد من خبراتهم؟ ليش معاملنا مغلقة؟ يا ترى دول الجوار الشقيقة لها إيد بغلق المعامل؟ لو هي انغلقت من كيف؟ هذا وأكثر، ومشاكل الناس يوميا معقدة، يوميا ما نلقى لها حل، فنريد نشوف حل. ومكتب الأمين ذاك هو قريب داباو عليه، يعني شباكها قريب على هذه التظاهرة، تقدر السيدة الأمينة تفتح الشباك توخر البردة وتشوف المظاهرة شلونها، تقدر تنزل السيدة الأمينة، مو صعبة عليها. الأستاذ حكيم عبد الزارة مدير الإعلام الصور هنا يطوكم نداءات عسكرية يقولوا لكم أكو وقفة تظاهرة باب الأمانة، تقدر أنت تنزل إذا ما موجود الأمينة، أحد الوكلاء ينزل. ليش اليوم إحنا نستخف بقضية هموم العالم ومعاناتهم؟ ليش عندنا مطلب الناس شيء عابر؟ أحد المسؤولين في تظاهرات 2011 قال المظاهرة هي عبارة عن زوبعة، يتعبون الناس ويقعدون ببيوتهم. هيك قمنا نشوف المواطن يتظاهر ويتعب ويرجع بالبيت؟ شوية خلي يكون أكو ضمير بداخل المسؤول. نكمل حوارنا ونكمل نقاشنا وخلي ننتقل إلى هذا المكان. السلام عليكم. السلام. رحب بقناة الفلوجة إن شاء الله. موظف أبيد حسين شهاب بكليريوس هندسة حاسبات بشركة ذات صواري عامة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خدمتك إيش قد؟ خدمتي 28 سنة. ما شاء الله. نعم. نطالب بحقوق الموظفين بالقطع الأراضي السكنية العائدة إلى شركة ذات الصواري العامة، وإن شاء الله نناشد دولة رئيس الوزراء المقر، نناشد رئيس مجلس النواب، ونناشد رئيس الجمهورية إن شاء الله يلبي مطالبنا، مطالب مشروعة، حقوق مشروعة، وإن شاء الله بعون الله تعالى ان شاء الله تتلبى المطالب ان شاء الله. ونعم نعم. صفتك بالشركه؟ صفتك بالشركه شنو؟ مهندس بشركه ذات صواري عامه. نعم. طيب انا اشكرك. مرحبا استاذ حبيب قلبك. كلا للظلم والاستبداد ان شاء الله. اكو ظلم لحد الان في مجتمعنا؟ والله ظالمين. اي والله ظالمين، وظالمين من قبل الامانه. وهي ارض عايده لنا وفلوسنا، يعني ملكنا، وماخذين كل الموافقات، حتى معالي الوزير موافق عليها. ليش متعطله بالامانه؟ شنو السبب؟ شنو السر؟ ليش مخلين ايديكم عليها من دون الدوائر احنا؟ يعني كودا بين قطعتين عايدات للنفط، يعني منطقه يعني مثل ما يقول مرغوبه. اتوقع احزاب وراء هذا الامر. والله كل شيء يصير، ما اعرف كل شيء يصير. كل شيء اتوقع انا. كل شيء اتوقع بالبلد. يعني صار لنا 20 سنه نركض وراها ويا ملك انه وعايده انه وما تحصل موافقات. يعني تعبنا، خلينا محامين. هذه الأرض لو تابعة لأحد رؤساء الكتل السياسية كان انحلت قضيتها بسرعة؟ والله تنحل بسرعة أكيد. والله بس أكيد. الناس فقرة. أي والله. وناس تشتغلون. قالوا لنا اتجهوا على 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 حزب معين. يعني قلنا شندوب إلى متى إحنا هيك نظل؟ يعني هذا المواطن شنو ذنبه؟ الفقير وين يروح؟ زين على كودن وزارة الصناعة المعادن يتتش مثل ما قالوا لك، يتتش على قانون لو على حزب، واللي يتتش على قانون للاسف. اي والله المفروض على قانون اكو فوق الجميع، مو اكو قطع مدوخينه بها بالشوارع. صار الحزب قانون فوق الجميع، فوق وفوقك وفوق اي للاسف. اي والله اي والله اسمع، على الاسف صار الحزب هو اللي يحكم، هو اللي يمشي امورك. قانون انداس. اي والله مع الاسف. استاذ اليوم هذه الفتره اللي خدمتوا بيها تشعر بالغبن من يضيع حق لك؟ والله ضاع حقنا مع الأسف. والله يعني إحنا دولتنا كل شيء ما محصلين من عدها، شيء بسيط هو هذا اللي وشيء إنه عايد
لو للدولة ما يخالف يقول يجوز الدولة ما تقدر تعطينا شيء مو إنا، بس هي القاع هي أصلا إحنا مشترينها زين، وما أعرف يعني شنو هالتأخير وما أعرف شنو. طيب اليوم المواطن من يقعد بأرض تجاوز مو يجون يحاسبوه ويشيلوه؟ نعم. ها؟ نعم. زين الدولة ليش ما توفر هذه الأرض اللي عندكم تحلها أفضل مما يروح المواطن يروح هم يجاوز؟ هم أصحاب القرار بعد. صحيح؟ هم أصحاب القرار مو إحنا. احنا وترى الشعب مصدر السلطات ومصدر القرار يا اخي، المفروض هذا المفروض احنا اللي انتخبناهم ها ينصفوا لنا حقوقنا بعد 15 صار اكثر من 15 سنه احنا كلنا اللي قاعد تجاوز واللي قاعد بالايجار يا اخي، ايجار 600 و700 انا راتبي 400,000 وصار لي خدمه 26 سنه 400,000 اي 400,000 صفتك شنو؟ موظف شركه ذات صواري موظف. خدمتك ايش قد؟ 26 سنة. الله اكبر 26 سنة مناصفة هسه النفط، النفط انا هسه لو اروح لوزارة النفط اضعاف لي انا مخصصات من كذا، بس لانه احنا ابتلينا بشيء اسمه تمويل ذاتي، اسمه تمويل ذاتي، هذا التمويل الذاتي قسم ظهر الصناعة يا اخي، احنا موظف انا موظف انا ما مسؤول انه جيب لي شغل وانا احط راسي امر غلط مرغل مو اشكال مو اشكال، بس المهم انه انا لي حق بعد. هي هسه ابسط حقوق انه القاع، القاع هاي شبر ماكو، اي شبر ما عندنا، اي شبر اللي ما عنده شبر ما عنده وطن. زين انا من اخذ جنسيه اسمها بتبدي بجمهوريه العراق، ها جمهوريه انا عراقي معناتها انا عراقي بهذا البلد ما لي حقوق مع الاسف. والله تحكي بحرقه وحرقه قلبنا يعني. يا اخي انا عندي خمس اطفال وقاعد غرفه واحده، اروح هسه اذا اطلع ايجار رادي 600 700 لازم اشتغل برا ثانيه، شغل ماكو، وظائف ماكو، شباب اطلع عن العمل هواي اسمع للاسف. احنا من خلال قناتكم نناشد السيد رئيس الوزراء سيد دوله رئيس الوزراء المحترم والسيد رئيس الجمهوريه المحترم ورئيس مجلس النواب المحترم وكافه الاحزاب بالتدخل الفوري. كافي يا اخي كافي، ملينا كافي كاف. الى متى الى متى الى متى؟ شنو ذنب المواطن؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه الاخي؟ لا 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 تعبونا كافي تعبنا يعني نحكي والمواطن تعبنا لعد احنا اني عايف اطفال وشيد وجاينا شنو هذه؟ لو اكو عندي حقوق اسكت، لو عندي حقوق ما اخذها ما اطلع ولا الظهر، وانا من الظهر مو ضد الدوله، احنا اولاد هذا البلد قدمنا تضحيات انطينا من دماء من اطفالنا واولادنا على الاقل جازونا وكافئونا بهذا الشيء، حق هو من بسيط من حقوقنا. صح ما طلبت الا الحق، وفعلا من قاعد يحكي بحرقه الاخ من ده يحكي بحرقه بصراحه حرق قلبنا، لانه صعب اليوم الفرد العراقي يظاهر لسنوات على حق شنو 400,000 خدمة 26 سنة ما صايرة بأي دولة، ترى فعلا ما صايرة بأي دولة، يعني 26 سنة ب 400,000 ظلم كبير جدا ده يحصل على موظفي وزارة الصناعة، يعني خلي يعتنون بهذا الأمر، خلي يشوفون هذه المعاناة حتى نخرج بشيء يخدم المواطن العراقي، لا تشوفون الأمر عبارة عن وقفة وتعدي، لا هذا حق. السلام عليكم. راتبك ايش قد اول مره؟ والله 500 ومؤجر ب 350. خدمتك والله 21 سنه. 21 والله العظيم يعني تعبنا بهالبلد هذا يا اخي، وهذه الجنسيه انا عراقي ابن هذا البلد، بلد الحضارات، بلد وادي الرافدين، ما عندي شبر بهذا الوطن، والله حرام والله حرام والله حرام. يا سياده رئيس الوزراء، مجلس النواب، الامينه، قطعه ارض من الثمانينات ملك للدولة، ملك للدائرة، ملك للدائرة ما تعطينا إياها ليش؟ لو أنا منتمي لأحد الأحزاب مو كان أخذناها؟ ليش؟ أسوة بالنفط يا أخي، أسوة بالنفط، النفط راس نطهم ليش أستاذ العزيز؟ أنا عراقي عراقي عراقي، العالم كانت توقف لي توقف لي تحترمني بأنه أنا عراقي، أنا من هذا الوطن، أنا من هذا الوطن، أنا ضحيت، أنا أخويا شهيد، اخواني شهداء، عمامي شهداء، ضحينا بكل ما نملك من اجل هذا الوطن، ما نستحق شبر بهذا الوطن يا اخي، والله حرام. ومن خلال قناتكم الموقره ارجو ان يوصل صوت هاي العالم، عالم هذا المظلوم، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب المظلوم، كافي ظلم، كافي استبداد، كافي فساد، ملينا ملينا.
يعني الا نقوم بالشغب ترى والله العظيم ما يبقى منكم باقيه اذا قام هذا الشعب المسكين، ما يبقى منكم باقيه والله العظيم، وانا مسؤول امام الله، ما يبقى منكم باقيه. زين بارك الله فيك، بارك الله فيك. يحكي بحرقه قلب، حسوا بهاي الحرقه، يعني والله العظيم ما دا يحشون مرتاحين، دا يحشون متاذين. الله يساعد اخوي. اهلا وسهلا. هذه الفتره انتم تطالبون وتدزون كتب. نعم. شنو الرد؟ شو يجيكم الرد؟ نعم. مال هو لو يجيكم رد؟ لا ماكو اي رد، الرد كله يعني بناء على التخدير مو اكثر او جوابات. جوابات غير رسميه او استبعاد، يعني الموضوع دائما يبعدوه علينا، يعني ما يعطونا فد امل معين. احنا النادي صار لنا تقريبا 15 سنه بهذا الموضوع نفسه، من حكومه الى حكومه، من حكومه الى حكومه، ماكو نفس الاخبار ونفس الرد ونفس الشيء، ما ينطوك اي امل به. وهي باسم الدائره، باسم الشركه، يعني شرعيا وقانونيا هي باسم الدائره. ما مطالبين في شيء من عندهم يخصصون او كذا، يعني هي اساسا ملك الدار. شلون يعني اليوم هذه الازمه مالتكم ازمه قائمه على موافقات توقيع، لو هي اراده المفروض تصير من المسؤول حتى يحل قضيتكم؟ الحقيقه هي الازمه بدات او ما بدات، هي الارض ارض الوزاره او ارض الشركه مالتنا باسمائنا، هي موافقات اخذنا موافقات، ويعني ما خلينا اي نائب ما التقينا به. المشكله هنا التسويف من الامانه، التسويف من الامانه. الارض اذا حضراتكم تسوون كشف عليها، هي بالدوره مقابل المصفى، داير مدايرها اراضي موزعه للنفط. ليش هالتميز هذا؟ ليش يعني ابو النفط احسن من عدي؟ يستاهلون وحقوقهم يستاهلون، بس انا حالي حالهم. يعني اولا انا راتبي ضعيف، انا اموري تعبانه، زين والله ناس ما عدها، والله ناس قاعدين، اكو ناس هسه ما جايين، قاعدين جوا الجسوره، والله العلي العظيم. انا شاهد موظف صناعة، موظف قاعد جوا الجسر، زين راتبه ضعيف، ماكو مال ايجارات. يعني احنا لين وزاره الصناعه، يعني نريد من يمكم ان تساوى الحقوق بين الوزارات. زين هو منتسب حالي حالي، الله يوفقه، ونتمنى هم اخوتنا، هم انطينا شهداء وعدنا ايتام، والله العظيم يعني كل واحد شايل له هم، وكل اطفالنا وكل احنا ولدنا منين؟ ازيدهم من مدينه الصدر، ازيدهم قاعدين بمناطق ما يقبلون يقعدون حواسهم، مو يريدون دوله قانون، يعني قاعك وخليهم يمشون بالقانون. أنا بس أريد أن يعني نركز على قضية ثانية، أنه الصناعات، وزارة الصناعة شركاتها يعني يفترض بدال ال 400 ألف تعطوهم خطورة 100% أو 70%، لأن خطورة عملهم عالية جدا، الأمراض، الأوبئة، غيرها، مواد الكيميائية، كل هذه لابد أن تقدر من عندكم. من بين أكثر شريحة مهملة في الوزارات وهي وزارة الصناعة. نخرج بفاصل سريع ونرجع لكم حتى نكمل هذه المعاناة والمطالب. ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين، عدنا لكم وحلقتنا لهذا اليوم من وسط وقفة وتظاهرة لموظفي وزارة الصناعة والمعادن. نكمل حلقتنا ونكمل مطالبهم ليصل صوتهم إلى الجهات المعنية، خاصة أمانة بغداد ومكتب رئيس الوزراء، وإلى السيد مدير مكتب رئيس الوزراء، إلى السيد محمد المالكي. نتمنى يكون لكم متابعة، وأيضا احنا راح نبعث رسالة نصية إلى مكتب رئيس الوزراء حتى يتابعون هذه القضية، عسى أن نخرج بشيء يخدم هذه الشريحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا غالي. هذه المطالب اليوم، أي جهة معنية اليوم مسؤولة عن مطلبكم الرئيسي؟ فقط أمانة بغداد؟ والله حقيقة هي أمانة بغداد عقبة من مجمل عقبات. يعني احنا مطلبنا عام، الدولة المتنفذة مثلا السيد رئيس الوزراء المحترم والسادة المعنيين اصحاب القرار هم اللي يعرفون. اليوم انا موظف بسيط، انا ما اعرف المشكلة وين جاي يصير. احنا جاي نرفع هاي معاملات كتابنا وكتابكم، ومعاملات صار لها 14 سنة. وين جاي تتوقف؟ ما نعرف. التلكؤ وين جاي يصير؟ ما نعرف. اكو تسويف، اكو مماطلة، هذا عمر يعني مدة فترة طويلة جدا، اكو تسويف ومماطلة بالموضوع.
ما نعرفون. احنا اليوم من خلال هاي وقفتنا وهذا تظاهرنا واليوم موضوعنا ما متعلق بالامانه فقط، احنا متعلق موضوعنا بكل جهه صاحبه قرار بهذا الموضوع. السيد رئيس الوزراء والساده المسؤولين نطالبهم اليوم بوقفه جاده، وخصوصا انه احنا مطالبنا مشروعه. كل الكتل البرلمانيه، كل الكتل البرلمانيه برنامجها الانتخابي يدعو الى توفير وحدات سكنيه للمواطن. السيد رئيس الوزراء يدعو من خلال لقاءاته انه اوفر وحدات سكنيه واحل ازمه السكن. الدستور العراقي في الماده 30 الفقره الثانيه يؤكد على انه توفير سكن للمواطن وعيش كريم. اخي وين السكن وين العيش الكريم؟ اليوم احنا نناشد الدوله انه تتخذ اجراءات سريعه بهذا الموضوع. حلو يعني اليوم الموضوع يعني تحت يد السيد رئيس الوزراء وليست امانه بغداد فقط. نطالبهم باجراءات سريعه، هي الاراضي ملك صرف لشركتنا 163 دونم، نطالبهم بتحويلها علما انه الارض مهيئه ممسوحه ومهيئه للتوزيع وملاصقه الى ارض مصفى الدوره اللي تم توزيعها وبنائها وحدات سكنيه، فنطالب من الدوله انه تحولها وتوزعها للموظفين، لانه هاي الموظفين اللي قدامك واني واحد من عندهم، خدمتي اكثر من 27 سنه وما حصلت قطعه ارض. يعني قضيتكم سهله. السلام عليكم. قضيتكم مو صعبه؟ لا مو صعبه. يعني ما دام اكو الارض نعم. معناها البقية هي تواقيع موافقات. أكيد طبعا. يعني ماكو تخصيص أرض. بلي لا بلي نعم القطعتين موجودة واقع حال مجاوز مصفى الدورة. مجاوز العفو مجاوز القطع مال مصفى الدورة. نعم. طيب. أكو تحس أنه اليوم يعني ماكو شعور بمعاناتكم، ماكو شعور بقضيتكم اللي تطالبون بها؟ أي نعم. إحنا كل يعني إحنا اليوم هنا إجينا مظاهرة. اذا ماكو حل راح نجدد المظاهرات ونجدد الاعتصامات بهاي الحاله. هاي في حال انه ما يستجابون. اذا ما استجابوا الطلب مالتنا. لانه عده اماكن عده لقاءات ويا الساده المسؤولين بس مجرد وعود كاذبه لا اقل ولا اكثر. تمام انا اشكرك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عمو هاي الفتره اللي مضت يعني خاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة، رئيس وزراء دكتور عادل عبد المهدي قال إنه أهمية توفير سكن ملائم. اليوم أنتم حتلمسون هذا الأمر، هذا الشيء شيء ملموس. المفروض حقيقي. المفروض المفروض أن نلتمس هذا الموضوع، يعني يقول هو توزيع أراضي على الموظفين والمواطنين الشعب العراقي، فإحنا أرض مالتنا وبصفنا أرض وزارة النفط وزعها بزمن أياد علاوي رئيس الوزراء السابق، وهاي إحنا مالتنا ما يقبلون دي يحولون إياها من زراعة إلى سكنة. بزمن نور المالكي حولونا 86 وافقونا على 50 بأن مجمع يصير مجمع سكني شقق، والشقق ما تكفي المواطنين، احنا نريد أراضي وعندنا 163 دونم، يعني حولونا إياها إلى 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 سكني على مود حوالي 850-900 موظف، يعني ينشملون كلهم بالقطع الأراضي. استاذ اليوم هذه المطلب اللي خرجتوا به هو مطلب كفالة الدستور حق السكن، لكن اليوم الجهات المعنية خاصة البرلمان اليوم ليش ما قاعد يتضامن مع هذه الوقفة؟ ليش ما يخرج؟ والله أخي الكريم مطلبنا بسيط، ومطلبنا يعني ذاك قدام البرلمان وقدام الدولة وقدام يعني أي مواطن بسيط، بس إحنا شغلتنا كلها نايمة عند الأمانة. الأمانة هي هسه تقدر تحلها بخمس دقائق، تقدر هسه اليمينة تفتح الشباك حتى السلام عليكم تقدر تحلها، بس احنا هسه مستغربين لا احد يجانا، لا احد يجي يسلم علينا، لا احد يجي طانه شنو الحل، وهسه احنا كنا واقفين اقل واحد، انا اصغر واحد، انا هسه احكي اصغر واحد كل عندي خدمه 15 سنه. هاي اصغر واحد؟ اصغر واحد انا هسه اصغر واحد كل هسه الواقفين، اني شركه ذات صواري، بس مستغربين شغله بسيطه بسيطه بسيطه، شلون اني باكر يعني اذا ابني يجي واقول له يا برحم الله والديهم اعطوني قاع فرحوني فرحوك، بس ماكو هذا الشيء، شنو هاي الصعوبه من نفسي؟ ومو صعبه مو صعبه مو صعبه، يعني اقل دوله من تروح هاي ثواني ثواني، يعني اول ما يجي الطفل يعطوه حقوقه، هو بالطفل يعني هو شنو شغله هو بالرضاعه. يعني اول شيء السلام عليكم ونشكركم على هالجهد. طبعا المت القانوني للداره احد اللجان اللي راجعت على هالشغله مالتنا. اخر احنا عندنا قطعتين، قطعه 76 دونم وقطعه 86 دونم، احنا ردناها ممسوحه ما بها اي تجاوز، ما بها مش ما مشغوله، منطقه نظيفه خاليه من اي مغروسات،
خصصوا لنا 50 دونم. هاي 50 دونم متى يعني حتى ما بيها موافقه لا افقي ولا الشغله، كل ما نوصلها الى مرحله نقول يا الله وصلت الى يرجعونها مثل ما يقول السياسيين الى المربع الاول، وصلناها ويا مديره التصاميم هسه يقول رجعت مره ثانيه للدراسات. الدراسات شو تقول؟ لو نوافق لكم على 50 ممكن نوافق او ممكن ما توافق، ممكن عمودي او افقي، يعني هم ما متخذين قرار زين. يعني المطلوب هي شركه، هي شركه صناعيه والارض زراعيه اخذتها هاي الشركه للاستخدامات اللي تفيد الشركه. الشركه ارتأت انه يكون سكن موظفينها. أسأل واحد من الموظفين عنده 32 سنه خدمه والباقي يمكن تتوزع اقل واحد يكون 25 و30 سنه. مدى نعرف شنو السر؟ اكو ايادي خفيه بعلقه؟ اكو سر يعني مدى يقولون بها؟ تتوصل الى مرحله مثل نقول ترجع مره ثانيه للمرحله المربع الاول او ترجع الى من حيث بدينا، ما نعرف شنو السر. فاحنا نطالبكم انه توصيل صوت الموظفين وصوت الى الجهات المعنيه، ونشكركم على هالجهد، بارك الله بكم. خروج موظفين شركه ذات الصواري اليوم في هذا التجمع هو خروج اولي، وهناك تظاهره اخرى كبيره ستكون فيها جميع الموظفين من جميع المصانع، ذلك ضد المماطله والتسويف في معامله شركه ذات الصواري لارضها المستحقه لها. هناك جميع الاجراءات. شركه حكوميه تابعه للوزاره. احنا شركه ذات الصواري تابعه الى وزاره الصناعه والمعادن. عندنا ارض من 14 سنه او اكثر جاي نطالب بها بتحويل جنسها من زراعي الى سكني. الامانه فقط 50 دونم تقبل على يعني على الموافقه على 50، 50 ما تكفي، احنا 850 موظف. فالخمسين يعني جزء كف 400، فهذا موضوع ما يحل مشكلة أصلاً، يسوي مشكلة أخرى داخل يعقد الموضوع، يعقد يعني الموضوع أكثر ويصير مشاكل داخلية داخل المصنع. فإحنا نطالب الأمينة، إحنا نطالب الأمينة بإعطاء الأوامر، ويعني المعاملة موجودة في مكتب الأمينة الآن، المعاملة موجودة في مكتب الأمينة والحل عند الأمينة. اليوم هو تجمهر وتجمع أولي، فهناك مظاهرة أكبر ستكون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الوجع اللي تحدثون به، هذه المعاناة، اليوم أنت من ترجع تشتغل بشركتك، تشتغل بإنتاج كبير، بحب لعملك، وفق هذا الموجود عليك يوميا؟ أولا نشكر قناة الفلوجة التغطية الإعلامية لهذا الحدث، وشاكرين أخوتكم ميانا. وعدة اثنين، نحن موظفين شركة وزارة الصناعة ومعادن، أرض أصل مشكلة على قولتنا، كنا نعاني من بعد التخرج والدراسة بأنه ملتزمنا بوظيفة، ملتزمنا لنا بوظيفة وإذا براتب 400 و500، زين إذا الموظف عندي خدمة 20 سنة وراتب 400 ألف وقاعد بالآجار، بس الآجار 300 ألف، فأضطر لازم أطلع شنو؟ أطلع أغطي في سبيل مصدر العيشة. زين وحدة أنا هذا حقي، ما حد ممان علي، ما حد ممان عليه بانه يعطيني قطعه ارض او دوله مخصصه لي، هاي قطعتنا احنا، خاصه بينا احنا. زين اسوه بجميع الموظفين، زين اسوه بجميع الدول العالم. اسال على قولتنا، اذا تقول لي موظف وزاره الصناعه ومعادن وما امتلك لي متر، ايش وقت امتلك المتر؟ عندما ادفن، عندما تحين المنيه، سددت الاطفالي، سوت لهم على قولتنا مستقبل، ماذا ما قدرت اسوي شيء؟ كل هاي شنو الاسباب؟ يعني لا كنت انتمي لحزب، انا ما انتمي لحزب، انا عراقي. تنتمي الارض البلد. انا عراقي، ما انتمي لحزب ولا ان كان حزب، مع احتراماتي اي تسميات الاحزاب، ولكن انا عراقي، حقي كعراقي كفرد انا امتلك زين قطعه ارض اللي هي حقي، ما حد ما مخصص لي اياها. مو تقول الامانه مخصصت لي، تقول لي ما نعليب، انا معطيتك قطعه ارض ما بطيني التشييد، هذا حقي. انا اصلا من الثمانين هذه قطعة الأرض إحنا كانت ملكنا بنظام السابق، كان عهد حسين كامل قرض أرض موجودة قريبة، قال ما لكم حق، استثنيناها. راعي النظام إجت على قولتنا الدولة الحكومة بوقت الحاضر، ياب هذه أرضنا، والله ما يحق لكم، ياب شنو ما يحق لنا، على شنو ما يحق لنا، إحنا شنو المقصرين بي. زين أشكرك حبيب قلب، وأشكر تغطيتكم هاي، وأنا مشكور لحبيب قلب. عليكم السلام ورحمة الله. عمل بظل وجود ظلم يشعر به الموظف يصير عمل مو متقن وممل وما ينتج انتاج جيد للموظف، مو صحيح؟ بس من تجي حقوقه حيكون مبدع بعمله. اكيد اكيد، انا الموظف كاظم عبد علي من وزاره الصناعه والمعادن، صار لي خدمه اكثر من 40 سنه ولحد الان ارض ما عد،
وقدمت على التقاعد وقالوا يابا انتظر بلكت عسى ولا. شنو ذنبي انا عائلتي 12 نفر وقاعد تجاوز؟ ليش؟ تجاوز قاعد؟ اي هنا ورا السد 40 سنة؟ اي والله 40 سنة 40 سنة اي والله. شو تسوي يعني؟ اعطينا شهداء 700 اي 40 سنة اي والله زين. يعني والله ما اعرف يعني من نوجه هاي الرسالة بهذا العمر، رجل خدمه 40 سنة وبين هذه المعامل وصعوبتها وتاليتها يقعد بتجاوز واقف؟ والله ما اعرف هذا يعني هذا الكلام احنا نريد مرات يخوننا التعبير يجوز، مرات يجوز يعني ما نعرف لمن نوجه الرسالة، لأنه كان الأمر إذا معني بدائرة معينة نوجه الرسالة الدائرة المعينة، لكن معاناة الناس صار بكل الوزارات بكل دوائر الدولة ما نستثني منها أحد، كلها معاناة كلها ألم. فالمفروض يكون أكو نظام، مو حكومة ووزارة، نظام راعي للمواطن الفقير، نظام يرعاه. هذا النظام لابد أن يكون راعي المواطن الفقير. حجينا اليوم أنت في هذا بلدنا، ببلدنا العظيم، بعراقنا الطيب، اليوم المواطن العراقي يعني إحنا نشوف السنين ونشوف التاريخ أكو ظلم على يده يجرى سنة بعد سنة. إيه والله 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 صح. ما ارتاح. يعني ما كله قهر وضيق. هاي تروح للبيت تلقى الكهرباء مقطوعة، تروح للبيت تلقى الأمراض، تروح للمستشفى تلقاها كلها بفلوس جباية. وترجع بقى على السيارات. يعني شنو اللي شفناه احنا من ذاك اليوم هذا اليوم؟ ايش حصلنا؟ ايش حصلنا؟ ليش شنو احنا مو عراقي يعني جاي من غير بلد؟ شنو ذنبي؟ ليش ما ضحينا؟ ما تعبنا بهالبلد هذا؟ الله يقبل. يعني عندي خدمه فوق ال 40 سنه، انا حال مشمور ورا السده، ليش شنو ذنبي؟ حد يدري بحالك؟ ما حد يدري بحالي ولا حد يسال علي يقول شنو انت؟ الله يكون معك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا المواطن اليوم من يتحدث بهذه الصيغة خدم كذا سنة من حياته من عمره تالي يطلع براتب بسيط جدا، هذه متعبة وصعبة. ويعني بصراحة حتى جزء مرات احنا نخجل يطلع هذا الكلام، لأنه أكو دول شاهدنا وأكو دول قد تكون يعني عدوة للعراق أو شامتة بالعراق، فصعب لما يشوفنا أجنبي أو شقيق عربي ما محب لعراقنا بهاي الصيغة تطلع المواطن هيك وضعه صعبة. والله يا أخي هي المشكلة أنه وزارات الدولة المفروض تكون رواتبها موحدة، سلم الرواتب موحد. يعني ليش راتب موظف بوزارة النفط أو غير وزارة راتبه ضعف راتب موظف وزارة الصناعة؟ يعني ليش الحرب على وزارة الصناعة؟ تحس كأنه وزارة الصناعة محاربة، وزارة الصناعة يريدون ينهونها، يعني مع أنه وزارة الصناعة وزارة يعني تمثل سيادة الدولة وتمثل اقتصاد الدولة. شو كان النظام الرواتب سابقا؟ إلها شلون كان؟ مركزي، حاليا تمويل ذاتي. مركزي شان. يعني ما لها دخل لا انتاجه ولا كذا ولا اطلاقا على كل... راتبه جاهز. هي راتبه جاهز والراتب من الدوله طبعا. اصلا كانت وزاره الصناعه يعني رواتبها من اعلى رواتب وزارات الدوله سابقا. سابقا سنوات قبل 2003. قبل 2003 رواتب قويه طبعا. كان مخصصات عندنا خطوره وعندنا حوافز وعندنا هواي امور تجينا اضافه للراتب. حاليا وزارة الصناعة يعني تلقى أكثر من تسبيح يدورون نقل وزارة أخرى. أضعف الوزارات بالأجور. بالأجور وبكل شيء نعم. لأنه تحس إنه يعني وزارة يعني ما أعرف أكو ميتة أكو ميتة أكو أكو, أكو, أكو أيدي خفية يعني تحارب الصناعة بالعراق. أيدي خفية؟ نعم. قسم من السياسيين قالوا هذه أيدي علنية صارت مو خفية. السياسيين هم أعرف بالأيدي لو يوضحوها حتى إحنا بنعرف ليش الحرب على وزارة الصناعة. منو كان أكثر شيء ينتج سابقا بوزارة الصناعة مهم جدا سحب عليه كشركة إحنا لو لا كصناعة وزارة الصناعة كانت أخي يعني كانت تغطي كل احتياجات المواطن بحيث انت تصور بالتسعينات الحصار كان ماكو اي ماده تدخل لنا غير المواد الغذائيه
وكانت وزارة الصناعة تقوم بكل الأمور الأخرى. يعني شوكو شيء يعني حصار علينا التسعينات رغم الحصار. نعم أنا أحكي لك على شركتنا ذات الصواري بالتسعينات ونهاية التسعينات كانت وارداتنا ملايين مليارات الدنانير بذاك الوقت، بحيث أرواحنا كلش يعني أكو منتسبين يتمنون يجون للصناعة على الأرباح اللي نحصلها، يعني إنتاجنا كان قوي. صرنا بالعكس هسه شركاتنا متوقفة، وبصراحة أسباب التوقف قسم معروفة وقسم إحنا نجهلها. صح، أنا أشكرك أستاذ. مرحبا أستاذ. هذه القضية اليوم اللي يطالب بها الحق العام اللي هو حق السكن. نعم. تحس القضية معقدة ما راح يكون لها حل؟ أولا السلام عليكم ورحب بكم بقناتكم الكريمة. هو هذا حق مشروع لكل مواطن كفله الدستور. زين، واحنا من هالمكان هذا نناشد دوله رئيس الوزراء المحترم بالتدخل بهذا الموضوع، لان هذا يمس شريحه من الموظفين زين اللي قدموا خدمه لهذا البلد. واعتقد هذا شيء بسيط يجزى به الموظف كنهاية خدمة نعتبره أو نهاية مرحلته، لأن أغلب الموظفين هسه على وزارة الصناعة والمعادن تتراوح أعمارهم يعني أو خدمتهم تجاوزت 20 أو 25 سنة، فبالتالي هذا شنو مصيره؟ ولو نرجع إلى هذه الفقرة تحديدا نلقى أنه أغلب الموظفين ذولا يا أما هسه بالوقت الحاضر اللي الدولة هي جاية تعاني من شغلة العشوائيات، زين عندنا قسم كبير من الموظفين حتى يعني قاعدين بهاي الأماكن مع الأسف. زين، هو هذا حق الموظف اللي يكون بي؟ هذا واحد. اثنين، الأكثر قاعدين إيجارات. زين، فتعتبر مكافأة مجزية، وهو هذا حق مشروع، حق مشروع لكل موظف، وهي الأرض أصلا مخصصة للشركة، راجين تحويل جنسها من زراعي إلى سكني وتوزع للموظفين لا أكثر ولا أقل، وهذا حق بسيط تقدم الدولة من أجل تضحياته اللي قدمت لهذا الموظف، قدم من تضحيات، ساعد الدولة في وقت ما في عملية التقشف، ساعد الدولة في وقت ما في التضحيات، بذل الدماء، بذل الأرواح، ولحد الآن انه هو ما مزكي ولا انه هو ماخذ ابسط حقوقه، وهذا حق مشروع اكرر واقول كفله الدستور للموظف. فنطالب من حضره جناب الدكتور عادل عبد المهدي التدخل لانصاف هذه الشريحه من الموظفين. شكرا جزيلا واهلا وسهلا. انقذوا الصناعه في العراق، قدموا لابناء الصناعه ما يستحقوه، فخلال خدمتهم قدموا للعراق ما يستحق العراق. خلال هذه السنوات الماضية المواطن العراقي يشعر بأهمية إعادة الصناعة في العراق، إعادة الزراعة في العراق، إعادة المنتج العراقي. اليوم هناك أحزاب تحدثوا عنها سياسيين كثر، هناك أحزاب تحارب المنتج الوطني. يا ترى هل هذه الأحزاب عراقية أم خارجية أم من دول أخرى دخلت العراق بزي جديد من هذه المعاناة ومعاناة العراقيين؟ عندنا قضية على بالي تجيني دائما من أشوف هذه المعاناة. هولندا في هذه السنة سنة 2019 بدايتها أعلنت إغلاق جميع السجون، تبييض السجون، ماكو أي جريمة حصلت في هولندا. السبب ليش؟ وجود اقتصاد قوي، وجود اهتمام كبير جدا بالفرد الهولندي، اعتنوا بالطفل، اعتنوا بالمسن، فبالتالي الفرد عندما يشعر بحقوق مسلوبة والفوضى عارمة راح يخرج عن القانون، والخروج عن القانون هو زيادة الجريمة، فبالتالي عراقنا راح يبقى وضعه غير آمن وغير مستقر مع وجود كثر يظاهرون في مناطق بغداد ومحافظاتنا العريقة للمطالبة بحقوقهم. من هذه الحقوق الضائعة نتمنى أن لا تضيع أحلام العراقيين بعودة حقوق يطالب بها، والمضحك بهذا الأمر أنه هذا الحق كفل الدستور. فسلامي إلى دستورنا العظيم، وسلامي إلى رعاة الدستور، وسلامي إلى من يتحدث عن هموم المواطنين في الانتخابات. المواطنين اليوم يعانون الأمرين، مرارة وجود أحزاب لا تشعر
ومرارة وجود حقوق ضائعة موجودة بين كتل السياسيين. في الختام أحييكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، ألتقيكم على الحب والخير دوما، في أمان الله.